الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، خطبة إنما أنت وحكوصة أبنت هاي خطرت إلى ذا هيدينتو نلاش أدونك يا آخر الله بضبا. ما أنت وحدو جيدا قفك الربعين ودين قاتو أما هكا قاتو بنوك تربوي جاء أما هكا قاتو ضدك كلا مسلمين تاحتا وحاسو رجال إنو هيلي كرو ونا سهل انت إنو الدين قاتو بنجيضو الباب بدا دينتا ويفرينه ويفرين شروطا ويفضو دايين قفك إنو شقاهيستو وقت غير بيقبتين وحاليا بين اللي وراه ذو صدم صنات كوب حين يسا وحوين اللي جاب وين مايو الباب بدي أدري بدأ يدين تكوب جل يهيد ولا هو صخري هذا ربطين القف مسلم وحكا قالته يدين ولو جاي بين كوسا لنتا ودم بدن بتكون نشهي وحاليا وضد بدن وحيستين يجران إنس سهل وحل وديميو. لكن أيها الأحبة، مسألة قالت شد الدين تا وحكدم بيا دين تو خطرت عيلها iyo dhibaatada ay ku geysan karto. Rasuulku wuxuu ka hadlay sallallahu alayhi wa alihi wasallam amal la qabto waxa ugu fadli badan buu yiri jihad fi sabilillah iyo al iman billahi subhanahu wa ta'ala. Waxa istaagay saxaabi hadiiska imaam muslim baa soo saaray min xadiis abi qatada saxaabi baa istaagay wuxuu yiri ya rasuulallahi yow bal ka waran hadii aan laygu dilo jidka ilaahay anoo dagaalamaya wixii dambiye ahaa oon lahaa oo dhan ma layga dhaafaya. هابو كوي الرسول صلى الله عليه وسلم وحي الكذب الرسول وريا كالي يوسو علي وحاتري محاتري وحان إريبو يري هادي أن جدك إلهي اللي يودلو وحي دم بيها أو تشيد أها ما اللي قد دافيا وحي يري ها ولا قد دافيا هادي أد صبرته أو أد أجرن إلهي ويدسته أو وليبا أدقو سيجيلو على اللي يعني قدلين أدو سيجيلو اللي قدلو لكن بشرط دين تمايا دين تلقى دافي ما وحي الرسول جبريل باس إذا إيشه جبريل باس لا يوير دين تلا ما قافي حديث كأوحى الله مذا أيها الأحبة حديث كرو إمام مسلم صو صار من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أو يسون أولياء رسولك شيء كستوى الله قافي قفك شهيد كأ لكن دين تا مايا الله قافي مايا واسكو معنا لبدا حديث وأخطر من ذلك وح كسي درن أيها الأحبة قفك دين تا الأولياء أي قبل انت أي اسكب حنين والله قبل حنين إنه سنجنة دجلين مسألة خطيرة جدا إنه سنجنة جلين وحديث محمد بن عبد الله بن جحش حديث أي سو صارين إمام أحمد النسائي حاكم شيخ الألباني حسن أكدغي وحولي هاي صحابي قاس الرسول صلى الله عليه وسلم مالين بانو فردين مساجد كا بنانكيس ماشاء الله رجو جنائز ذا مركلا كيرو رسولك وإن كربو فيريناي هذا نهوصبو فيريه بابن كيسة أيوك عن تصيدة أصاري وحيري سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله محاه وحضك حليل سودك وحيري صحابي جهبين كي وحبما أنان دريمين سبحي واو مركو بريبا نقول يا رسول الله يو محاد باتاو حليل سودك محاد باتاو حليل سودك وحيري وحليل سودك دينتا وحيري قرارة مركة رسول فوالذي نفس محمد بيده وحان قرارنا يا الله النبي الله محمد نفتيس وقعنتيس أي كجرته هذه قف إذن كإذن كمدع إلهي درت أولنته جهاد في سبيل الله الله صنع عليه وهذا نولنته الله صنع عليه وهذا نولنته السبع الدين لقول يهي لا يدخل الجنة إنه سنجنة ذكري إن تاسو أجرها تصور شقيسته والدين لقول يهي إنه سنجنة ذكري حتى يقضى عنه دينه إلى دين تلك رب ما أحلمك رب ما